آخر تقرير معانا في هذه الفقرة مشاهدينا، هنشوف مع بعض في حفل توقيع مناقشة كتاب الأستاذ محمد سيد صالح أسطورة القصر والصحراء بدار بتانة، وشهد حفل التوقيع حضور لفيف من الشخصيات العامة ونخبة من الكتاب والمؤرخين الكبار، كان من ضمنهم أستاذ مفيد فوزي، دكتور نسيم مجلي، دكتور مصطفى الفقي، والأستاذ أحمد الشهاوي. نشوف التقرير ونرجع لكم مع فقرتنا الرئيسية الأولى وفاطمة الشريف وزوجها محمد عبد الوهاب، ونشوف هيعملوا إيه وهيعلمونا إيه. بص، هو الكتاب ده كان اسمه أسطورة القصر والصحراء، بيتكلم عن قصة حياة أحمد حسين باشا. ده كان رئيس الديوان الملكي، الناس تعرفه من خلال الشخصيات اللي أديت أو مثلت في أكثر من عمل سينمائي وتلفزيوني، ولكن هذه المرة هي قصة حياته الحقيقية، الصحراء قبل وصوله اللي يبقى جوار الملك، وقصته الشهيرة مع الملكة نازلي وما إلى ذلك. ده قصته في الصحراء، الراجل الرياضي شهير، هو أحد أساطين الرياضة المصرية، كان رئيس للنادي الأهلي، أول مغامر يوصل إلى حدود كل الكهوف والواحات المفقودة، العالم كله يعرفه بهذه المعنى. فأنا قدمت قصة حياة الرجل الحقيقية من وفاته إلى من حياته آسف إلى وفاته، وصولا إلى عيلته اللي أسعدني الحظ أن أوصل لعيلته إلى أولاده وأحفاده، فوثقت جماعة ما بين التاريخ وما بين الصحافة في عمل واحد. الحقيقه بالتالي عندها توجه في استدعاء الشخصيات التاريخيه، واحمد حسين باشا طبعا غنى عن التعريف، بس احنا كنا حابين نسلط عليه الضوء من اكتر من زاويه. والحقيقه الاستاذ محمد السيد صالح عمل جهد رائع في الكتاب، واحنا قدرناش نتشرف بيه اصلا، والحمد لله لقى الكتاب الحمد لله صيت كويس اللي يستمد من الراجل نفسه اللي هو احمد حسين باشا والمعالجه بتاع الاستاذ محمد السيد صالح. احمد حسين باشا شخصيه محوريه في تاريخ مصر في عشرينيات وثلاثينيات ونصف الأول من أربعينيات القرن الماضي. كان هو رائد الملك فاروق ومعلمه، كان رئيس أمناء أو كبير أمناء الملك فؤاد، كان رئيس الديوان الملكي في عصر الملك فاروق، كان رحالة وجغرافي ومكتشف لأماكن كثيرة من أطراف مصر، وارتاد الصحراء بقوة وشجاعة. أحمد حسنين أسطورة الصحراء والقصر، كتاب ممتع وشيق، بيؤرخ لجزء مهم جدا من تاريخ مصر، وهو الفترة اللي عصر الملك فؤاد والملك فاروق. المصريون لا يعرفون إلا القليل النادر عن أحمد حسين باشا، لأنه قدم بشكل مشوه في المسلسلات التلفزيونية وفي الأفلام باعتباره يعني دون جوان أو محب أو صديق للملكة للملكة نازلي، ثم زوجا عرفيا لها، وأيضا إنه كان الذي أشرف على حياة الملك فاروق، حياة الأمير فاروق عندما قبل أن يصير ملكا في لندن، ذهب ليصاحبه ويشرف على تربيته، خصوصا أن أحمد حسين باشا كان كاتبا ومثقفا ومفكرا ودرس في أكسفورد. الكتاب أنا فعلا بعتبره خطوة من الخطوات اللي بتكشف عن جزء من، مع أنه جزء صغير بالنسبة للتاريخ كله، لكن هو في نفس الوقت جزء واسع جدا في مجاله، وهو عن شخصية مصرية كان لها دور، سواء دور معرفي لأنه كان رحالة ومكتشف في مناطق الصحراء اللي ما حدش يعرف عنها حاجة لغاية لما هو ارتدها في العقود، أو تحديدا في عقد الثالث من القرن العشرين، وفي نفس الوقت هو كان له دور سياسي اتكتب عنه في مجالات كتيرة، لكن أعتقد أنه الكتاب بتاع الأستاذ محمد سيد صالح كان محققا عن طريق الوثائق. Thank you.